الدولار اثر علينا يعني كنا والله مثل يعني ايش يعني، حتى من ناحيه الزواج، من ناحيه يعني السيارات اللي تشتريها، مثل السوق يعني، مثل المواد الغذائيه. المواد الغذائيه ارتفعت؟ طبعا ترتفع، هي كلها على الدولار طبعا. هسه انا اشتغل بشركه مال مواد غذائيه، يعني السوق وقف، وقف حيل يعني. دولار الذهب، الذهب هسه اهم يعني على الدولار. هسه كمثال واحد يعني شاب يريد يتزوج يعني، يعني الدولار متعلق، الذهب متعلق بالدولار. ايوه اثر حيل علي انا. ايوه حركه الدولار من يذبذب يذبذب على كل الجهات، خاصه الاسواق والتجاره، وخاصه على محدودي الدخل. وبس التاثير الاساسي والقوي كل ما يكون اصحاب رؤوس الاموال عاليه راح يكون التاثير اشد، بينما الموظفين يعني راح يكون فد شيء يعني، او اصحاب محدود اكيد يتاثر بس بشكل جزئي مو بالشكل العام. بالنسبه لاصحاب الرؤوس الاموال الضخمه راح ياثر عليهم بشكل مباشر، لان عندهم مصاريف للمواطنين الفقراء. الطاقه الشرائيه تقل اكيد 20 الى 30 الى 50% توصل، وهذا ياثر على اصحاب المحلات واصحاب الاسواق، فيصير عليهم يعني يتعثر، يتعثرون يعني بالعمل. ركاكه بالتعامل مع الدولار اكيد، لان هي هاي عمله، وهاي العمله اذا تكثر يصير رفاهيه ويصير شراء وبيع، واذا تشح العكس.